سيدي محمد بن الحسن الذي هو يسهر الحفاظ على تراث العلامة المرحوم عبد الله بن نون خلال ترأسه مؤسسة عبد الله بن نون، وكذلك للأستاذ أحمد هاشم اليسوني رئيس شعبة اللغة العربية بكلية الأدب الملك سعد بن مرسين، ورئيس مصدر الأدب العربي في المعرض العالمي. إذا ضيفنا التالي هو اجتمعت فيه ما تفرق في غيره، فهو طبيب